إذن مشاهدينا غنمشيو لاستراحة غنائية أخرى، هذه المرة مع صوت دافئ، صوت جميل، وحضور أيضا ناعم وحضور أجمل. إنها خريجة ستار أكاديمي، المطربة المغربية الجميلة المتألقة خولة بن عمران. ربي يخليك، شكرا. خولة مرحبا بك في بلاطو لالا العروسة، شنو تبغي تقولي لهذا الجمهور المشاهدين اللي كيتابعونا اليوم؟ انا بعدا حمقت عليكم، عجبتوني بزاف. خولة، هذا السينجل ديالك رقم شحال؟ هذا السادس. هذا السادس، تبارك الله. ومن كلمات والحان؟ هاد لا شونسون من كلمات والحان نزار ايديل، اللي صورت لك كليب في تركيا، واللي كان حاضر معنا حتى هو في برايم. من برايمات لالا العروسه كنوجه له التحيه. اذا هذه اخر سينجل، كنتي عملتي الكليب في مدينه اسطنبول او
نعم، شنو هو الجديد ديالك يعني من غير هذا السينجل؟ واش كاين هناك جولات؟ كاينه جولات طبعا، والسينجل اللي كندير مور هذا هو من كلمات احمد طيب لالج. تحيه طبعا للكبير. تحية له. للكبير والمتالق دائما والكلمات طيب لالج مولاي احمد العلوي، وايضا تحيه لسي مولاي احمد العلوي. هاد لا شونسون اللي غتكون مور اللي تبغيه خونك ان شاء الله، وغيكونوا بزاف ديال الجولات وبزاف ديال الحفلات وبزاف ديال المفاجات ان شاء الله. كاين شي تعاون ان شاء الله في الافق، تعاون عربي مغربي؟ ان شاء الله ان شاء الله. دابا انا اللي مركزه هي مركزه على الكليب ديالي اللي هو جديد، مركزه عليه وصافي، هادشي اللي كاين. وكنبغيو طبعا نسمعوا الصوت ديالك الرائع في اغاني مغربيه اللي تكون ان شاء الله خالده بحال الخالدات ان شاء الله. شكرا خوله، شكرا على الحضور.